وسؤالي للأستاذ محمد طارق توفيق. الدولة المصرية لديها حلم، هذا الحلم هو حلم طموح في الوصول ل 100 مليار صادرات. ربما تم تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم تنشيط الصادرات في خطة طموحة. هل هذا الرقم يكفي وما هو المطلوب للوصول لهذا المستهدف؟ لا، الحقيقة عايز أقول يعني مفهوم خاطئ إن دعم الصادرات هو اللي حقيقي هينقذ صادرات مصر. الحقيقة يمكن عايز أعود لما قاله الدكتور محمود محي الدين ومهندس حسن الخطيب: البيئة العامة والسياسة العامة والشفافية. إحنا نروج لدولة 100 مليار كما ذكر فخامة الرئيس النهاردة رقم لا يليق بمصر. مصر طموحاتها أكبر من 100 مليار دولار. المهم إزاي نعملها؟ أنا هدي بس الحقيقة مثال بسيط جدا لسيد دولة رئيس الوزراء. إحنا عملنا ورقة عمل مع اليونيد واتحاد الصناعات ووزارة التخطيط لدعم لروشتة للصادرات المصرية. عملناها من سنتين. ومن ضمن الحاجات اللي وجدناها ان في 265 سلعة بتصدر من مصر لاوروبا بقيمة مليار يورو، ونظيرتهم بالضبط لاوروبا من الصين ب 100 مليار دولار. اذا اين الخلل؟ لا انا بتكلم على ترويج ولا على جودة ولا على تسويق، السلعة هي هي. ورجعنا نشوف اين المشكلة. المشكلة كلها مشاكل إجرائية. قبل ما ابتدي اتكلم على الصادرات ودعم الصادرات، هل البيئه اللي موجوده داعمه للصادرات ام لا؟ فاذا عايز اخد ارض مش عارف اتوسع في ارض او بتاخد وقت، بضاعتي واقفه في الميناء اسبوعين ثلاثه اربعه فمش قادر اعمل ارتباط على طلبات تصدير لان كل التصدير باك تو باك. عايز اجيب استقطب عماله ومهاره سكيلز، قوانين العمل بتعوقني. عايز اجيب اجانب في تصاريح امنيه بتاخد وقت طويل، وهكذا وهكذا. واذا اتضح لنا ان هناك في فرصه ضائعه لصادرات قيمتها 14.5 مليار دولار اذا تم حل تلك المعوقات اللي هي يعني سيادتك اللي اتكلمنا عليه النهارده، اللي هي بيئه الاعمال والمناخ العام للتصدير. دعم الصادرات اداه من ضمن الادوات التشجيعيه، ولكن لوحدها غير كافية أبدا. إذا كنا هنطمع النهاردة في جذب صادرات زي ما حسن تقدم وقال نير شورينج، الدول النهاردة لازم نستهدف، ما عندناش دراسة، ما عندناش استراتيجية صناعية واضحة إن أنا بدرس فيها سلاسل القيمة وأشوف النهاردة سلاسل القيمة السلع الوسيطة والتحويلية اللي أنا ممكن أقدر أعمل لها complexity index على آليات العرض والطلب في مصر وإقليميا ودوليا، وأشوف اقتصادات التشغيل. في بعض السلع هضطر إن أنا أستوردها لأن اقتصادات تشغيلها مش موجودة، وسلع أخرى عندي فيها تنافسية أبتدي أوجه سياستي الصناعية والتحفيزية في مواجهة في هذا الاتجاه. بدون ذلك الحقيقة احنا برضو هنفضل ماشيين بنشتغل بخطى غير منتظمة في هذا الاتجاه. ولكن أنا شايف مصر، أنا بس أنا عايز أرصد نقطة في غاية الأهمية. هارفارد إندستريال كومبلكس إيكونوميك كومبلكسيتي إندكس اللي طلع من ثلاث سنوات أنا أتذكر رصد مصر إنها أحد سبع أو ثمان دول عندها القدرة للنمو دبل ديجيت جروث في العقد القادم. ليه؟ لتنوع الاقتصاد بتاعها، لأن قاعدة الاقتصاد متنوعة وليس اقتصاد ريعي بخلاف دونا عن كل الدول المحيطة. وهذا يعني إيه؟ أن وجود مهارات متعددة في قطاعات متعددة وخبرات تراكمية موجودة في قطاع متعددة، ولا يتحكم أحد في الاقتصاد المصري بسبب تنوعه المتباين بخلاف الدول المحيطة اللي هو من يتحكم في البترول يتحكم في الاقتصاد الكلي. وهنا عنصر المهارات أو هذا التوسع الأفقي، فرص النمو فيه مضطردة جدا إذا أتحنا مناخ استثمار مناسب وسهلنا الإجراءات
والإعاقة اللي موجودة فيها، واخد بال حضرتك إزازال، لأنها أعتقد رقم الـ100 مليار ده أعتقد من السهل جدا الوصول له. إحنا مش أقل من دولة زي سنغافورة، سنغافورة 5 مليون صدر فوق الـ200 مليار. فيتنام، فيتنام النهاردة بتصدر بـ300 مليار، وهي دولة ناشئة ومتوسط دخل الفرد أقل من مصر. فإذا النهاردة يجب أن نظر بالتأكيد أستاذ محمد في أمثلة كثيرة، يعني بنشكر حضرتك بالتأكيد في أمثلة كثيرة ونماذج كثيرة، يعني بنشكر حضرتك شكرا ضيق الوقت يعني.